رائع، مفيش أجمل من الخضرة والماء والوجه الحسن. بالترتيب ده يا زيزو. لا يا عمري، الوجه الحسن زوزو الجميلة. ألو، أيوة يا رؤى. لا ما أقدرش أقول لك دلوقتي العدد هيكون كام، ها؟ لكن مش هيكون طبعا أقل من 1500، والمدعوين كل واحد هنديله هدية. أيوة، هاشتراي بيور سيلفر. أيوة طفاية فضة يا سيدي، ها؟ بس يكون مكتوب عليها هابي بيرث داي تو زوزو، ها؟ او نو، الله، ده انا، ايه ده؟ بالنسبة للكوشة، أيوة زي ما اتفقنا قبل كده، فاهم؟ أيوة كوشة يا أخي في عيد ميلاد، أنت مالك يا أخي؟ أنا عاوز كده. أوكي، ما تكلمنيش بقى قبل ساعتين. باي. غبي، حرق المفاجأة. زيزو حبيبي، بالراحة عليا وفهمني، واحدة واحدة وخطوة خطوة. أولاً، أنت ناوي تعمل عيد ميلادي فين؟ في فندق 5 ستارز طبعا في القاهرة على النيل، ولو إني يعني كنت بفكر أعمله في نيس، لكن للأسف في نفس التوقيت ده هيكون عندي ميتينج في القاهرة. نيس، كايرو، باريس، مصر، مش مهم المكان، المهم يا حبيبي نكون مع بعضينا. ثانياً، إيه حكاية الكوشة دي بقى؟ أمر لله، ولو إني ما كنتش عايز أقولك، كنت عايز أفاجئك بيها. هنعمل كوشة جوه مية النيل، يربطها كوبري لغاية راس الأوتيل على شكل قلب كبير مزين بلمبات الزئبق، ده غير طبعا الـ1500 وردة فرنساوي وعصفور الجنة. إيه رأيك يا حياتي؟ عصفور الجنة، ده أنا اللي عايشة معاك الجنة ونعيمها يا زيزو، مش معقول. لا 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 لا، ده كتير كتير عليا أوي، كتير. مش كتير على حبيبة العمر، سر سعادتي ينبوع الحب والحنان، ده أنا لو أطول أجيب لك نجوم السماء وأعملهم لك عقد فل وياسمين. ممكن يا حبيبي لو عملت لي السنة الجاية عيد ميلادي في المريخ، أنا عندي إحساس بيقول لي إن أنت أول واحد هتشترك في رحلات الفضاء اللي هتطلع المريخ أول ما يعلنوا عنها. أكيد هعمل لك تورتة تمتد من الأرض لأول محطة تزويد وقود في الفضاء. احلام انت بس واحلامك هتبقى حقيقه. قبل ما احلم، في حاجه انت ناسيها وانا عايزه افكرك بيها. لا يمكن اكون ناسي حاجه، لو كان قصدك على هديه عيد الميلاد دي هتكون كبرى المفاجآت. لا لا يا حبيبي، انا قصدي افكرك ان عيد ميلادي فات احتفلنا بيه من شهرين. الله، بتضحك ليه؟ عشان أنا مش ناسي ولا حاجة، لكن لازم تعرفي إن الوضع معايا يختلف. أنا هحتفل لك بعيد ميلادك كل شهرين. يا يا يا، جنان جنان، أنت راجل جنان جنان. هاي علي، ها؟ طيب خلاص، نسقي أنت معاها وابقي بلغيني وصلتم لإيه؟ آه لا، إذا عايزاني أكلم لك مسؤولة العلاقات العامة اللي بتمثل مصر في مجلس إدارة المنظمة العالمية. آه حاضر. أوراي، وهو كذلك. مع السلامة. اسمك مش هينفع كده. لازم تفضيلي نفسك النهاردة بأي شكل، إن شاء الله نص ساعة. لازم نقعد نتكلم مع بعض في أمور البيت الملخبطة دي. ملخبطة؟ ملخبطة ليه؟ إيه بقى خير إن شاء الله؟ ده أنا متصورة عكس كده خالص. خصوصا اني ملاحظه ان في الفه هايله حاصله بينك وبين موني وما بقاش في مشاكل. انا ما بتكلمش عن موني، انا بتكلم عن مصروف البيت. كل مره بتوعديني ان احنا هنقعد نتكلم في الموضوع ده، ما بيحصلش. عارفه النتيجه ايه؟ ايه النتيجه؟ ان انا بتحط في مواقف بايخه وسخيفه ما بكونش عامل حسابها، فبرتبك. والسبب ان حضرتك مصممه انك تديني مصروف يومي مش شهري. الاسعار بتغلى وانا بحاول اقدر. الو، سوري. ايه يا مهج، مين اللي قالك تقولي كده؟ لا طبعا، هتفضلي طول عمرك مندفعه وبتصدري احكام من قبل ما تدرسي الموضوع نفسه. طبعا دي حاجه في منتهى الاهميه. قلتي له ايه بقى؟ لا اصمت. لا والله فالحه قوي. خدي عندك بقى المعلومه المهمه دي، في 9 ملايين ست في مصر بيعانوا من الوحده نتيجه
يا الله، مش عارفه الموبايل حصل فيه ايه النهارده، تاني مره الخط يقطع. يا عصمت يا عصمت، لازم تعرفي ان الاسعار بقت نار. انا مش قادر اجيب طماطم، الطماطم الكيلو بقى 5 جنيه، اضطريت ان انا اجيب علب صلصه. عندك الخيار، الخيار بطلت اجيبه، بجيب بداله قته. راسي، بغسل راسي بالصابون بدل الشامبو. حاجه تانية، حاجه مهمه جدا، الثوم المقشر، عارفه سعره بقى كام النهارده؟ ما هو لازم تعرفي. مش مهم سعر الثوم. الو، يا مهجن. ايوه يا حبيبتي، كلام الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بيقول ان في 9 ملايين ست في مصر عايشين من غير جواز، منهم مبدئيا 1 مليون ست فوق الـ60 لانهم عايشين في وحده، يا جوزهم مات يا اتطلقوا يا ما اتجوزوش من الاصل خالص. طب ثانيه واحده يا مهجن، ثانيه واحده، مش ممكن هركز وانت بتقول لي ثوم مقشر؟ معلش يا احسان بليز، انا مشغوله جدا وعندي شغل النهارده، لما ارجع الظهر بليز ابقى اقول لك كل حاجه. معلش يا حبيبتي استحمليني، انا راجل هايف، بس لازم تعرفي ان ثمن الثوم المقشر النهارده بقى 11 جنيه، عشان كده بجيب ثوم مجفف من السوبر ماركت. حاجه تانية، الليمونه النهارده بقت صفرة وحاجه مجففه كده ملهاش معنى ب 25 قرش. الليمونه لما تبقى صفرة يبقى فيها ميه، التانية خضرة وما بتنزلش ميه، موتني بجد، ما كنتش عارف. ايوه طب دلوقتي اجيب ليمون يعني ولا ما اجيبش؟ ما تجيبش. ايوه هي مهجة، الاخطر من كده بقى ان 26% من الاسر المصريه بتعولها ستات. عرفتي بقى ان الموضوع في منتهى الاهميه، ما تبقيش بس تدفع الحاسي. نتقابل في الجمعيه، باي باي. اصبر دلوقتي، بالنسبه للتوم اجيب توم مقشر ولا اشتري المجفف اللي في السوبر ماركت؟ ما تجيب توم طازه وتقشره انت. ايوه بس اصله، ما هو اصله لما انا لما بقشر التوم بيخش تحت الضوافر، وبعدين انا اصلا متعور في الشيف، حضرتك التعويره دي هتحرقني زاد على اللزوم، بعد كده بضطر اغسل الكوافيل، ريحه التوم هتخش في الكوافيل. مش حضرتك برضو مجرب الحكايه دي؟ لا. حضرتك مش من المقهورون الظاهر. جمعيه ثانيه لازم. لا مؤاخذه، مؤاخذه، فرصه سعيده، فرصه سعيده، فرصه سعيده. يعني انت لغايه دلوقتي مش عايزه تقولي له ان الشغل جاله عن طريق جوزي؟ لا، تصور ان صاحب الشغل جابه عن طريق ملف المعلومات بالانترنت باستخدام الموبايل. على اعتبار انه شخصيه مهمه وعظيمه. طبعا طبعا، وما تتصوريش هو فرح ازاي، زي الاطفال بالظبط. وانت بقى مش ناويه تقولي له الحقيقه؟ لا طبعا، واقول له ليه؟ كده احسن، احساسه ان هم اختاروه هو بالذات رافع من روحه المعنويه، ويخليه يقبل الشغل ويشتغل بحماس، وبكده بقى تتحل مشكلتك. صح، وبيني وبينك يزيد دخلي. تضحكي على ايه يا بنتي؟ الزياده اللي هتيجي دي هيدفعها هو ثمن مكالمات الموبايل في الشهر. قلبي حبك انتي، قلبك حبيبتي. ريجيم صوفيا لورين مكرونه، دي مين الرايقه قوي اللي كتبت الموضوع ده؟ دي منى شوقي. لا 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 لا، ده طويل جدا واخد حجم اكبر من حجمي، وبعدين كان اولى بيها تكتب عن فن صوفيا لورين مش ريجيمها، يختصر للنصف. بابا ست بيت وماما في الديوان. انت صاحبه الموضوع ده؟ ايوه يا فندم، اللي اوحالي ان انا اكتب عن الفكره دي
طفل صغير كان ظهر في برنامج تلفزيوني فقال انا نفسي لما اكبر اقعد زي بابا في البيت، فقررت ان انا اكتب عن الظاهره الغريبه دي. ظاهره؟ مين اللي قال انها ظاهره؟ بالبحث فعلا وجد ان عدد كبير جدا من الرجاله سابوا وظايفهم وقعدوا يربوا الاطفال في البيت، والست هي اللي بتنزل تشتغل، فبالتالي بقت هي المسيطره على مسيطره على ايه يا اميره؟ ايه يا حبيبتي في ايه؟ ايه الاحكام التعسفيه دي؟ مين اللي قال كده؟ ابدا يا فندم، بالعكس حضرتك بس ما قريتيش الموضوع كله. والنتيجه جيل متمرد من الاطفال يهربون من البيت الى الشارع، ورجل ادرك انه ضحيه فغدا عصبيا مرهقا يراوده الاحساس بالفشل على طول الخط. لا 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 لا، انا مش موافقه على الموضوع ده خالص. اكتبي دي. طب ليه بس يا فندم؟ ها؟ ليه بس؟ خلاص يا اميره، قلت لك مش حابه الموضوع ده، اكتبي غيره وانا لازم اوافق لك على كل حاجه. الو. اهلا اهلا، الشركه شرفها انك تتعاون معاها، انت عنوان مواجهه عظيمه نفخر بوجودك معانا. هي انا من حيث المبدا ما عنديش مانع طبعا، خصوصا انكم اخترتوني من مجال اعلان او سابق معرفه، لكن لكن ايه يا سياده اللي هو احنا نتعشم انه ما يبقاش في لك. لا انا اقصد يعني ان انا يسعدني ان ابقى واجهه، والكلام اللي ساعتك بتقوله ده، لكن اهم من كده ان تستفيدوا من خبرتي في عمل مثمر. طبعا طبعا، وده الاساس. اتفضل. اشكرك. مسؤول الامن والعلاقات ليه دور رئيسي دلوقتي في الشركات الاستثماريه الكبيره. علاقات عامه يعني؟ عامه وغير عامه. ايوه سامع ده. حضرتك تقصد ايه بغير عامه دي؟ افضل انك تعرف كل شيء بالتفصيل اثناء العمل والاحتكاك اليومي. الشركة ضخمة وفروعها كبيرة في مصر والخارج، علشان كده مهمة سيادتك هتشمل بالإضافة للإشراف على الأمن والنظام والانضباط استقبال الوفود وتوديعهم وعمل علاقات طيبة بينهم ومتابعة أنشطة الشركة المختلفة وتنظيمها بروح وعزيمة القائد. عظيم عظيم جدا، أنا موافق وأرجو إن أنا أكون عند حسن ظن سيادتك يا فندم. العفو يا فندم، وطالما سيادتك وافقت يبقى هنتفق على المرتب. لا لا، 1000 جنيه في الشهر. كويس؟ كويس. ولو ان الحقيقة انا اخر حاجة افكر فيها موضوع المادة دي، الفلوس ما تهمنيش اطلاقا، انا يهمني ان انا اعمل عمل مثمر ومفيد واستغل فيه وقتي. انا هستلم امتى؟ حالا، ولو حبيت اشرب قهوتك وانا هوصلك بنفس المكتبك واعرفك برؤساء الاقسام وانشطة الشركة. واهلا بيك. انا مش عايز قهوه، اتفضل يلا بينا. الطبق ده بيبقى دافي وبيبقى جميل قوي، وبرده انا بعتبره طبق وجبه جميل، لانه زي ما احنا قلنا احنا لما بنعتمد على البقول انا بسيح بيبقى كويس، واحنا عايزين كده. كويس، قول لنا بقى المقادير بتاع الطبق العادي. قول لنا المقادير. ايوه انا هنا دول حوالي كوبايتين عدس مغسولين، كوبايتين عدس وشوية ومعلقة خلطة. كركم. بس بتنفذ فيه ملح ولا فلفل ولا أي حاجة. لا ملح. بعد كده هشوف طريقة التتبيل. ولا فلفل. أخليها على النار تسخن شوية. أيوة. تسخن قد إيه بس؟ ما قلتيش تسخن قد إيه؟ هشوف المقادير. بتاعتي. كويس. دلوقتي أنا عندي الأهو. إما ثوم معمر متقطع، إما بصل أخضر. بصل. اللي ما عندوش لازم. بس لحظة أرخص أرخص. ثوم معلقة كبيرة. هنا فلفل أسود. بصلة وبصل وطماطم وكزبرة خضراء هقطعها دلوقتي. كزبرة. علشان دي الرصاصة هتبقى في الآخر. ده كتير قوي. إيه ده؟ اللي بعمله أنا بقطع كزبرة. طيب طيب طيب. إيه الهوسة اللي أنت عاملها دي؟ بس 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 اقفل الباب وراك. ايه يا صاحبي؟ مش هتروح سوبر ماركت ولا ايه؟ مش دلوقتي بعد البرنامج المهم ده ما يخلص. انا بحاول اعمل اطباق يعني متنوعه فيجيتيريان عشان الناس اللي بياكلوا بس هم بياكلوش لحوم. فيجيتيريان صحيين الاكل الصيامي. فيجيتيريان متنوعات واحد بيزهق، فانا بحاول اعمل بدل. كويس، قولي تاني. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ طفيت التلفزيون ليه؟ لا، في موضوع مهم كنت عايز اكلمك فيه. موضوع ايه المهم اللي كنت عايز تكلمني فيه ده؟
اصل انا عملت مشروع يا صاحبي، تحب تشترك فيه ولا لا؟ انت عملت مشروع؟ ايه ده؟ ايوه انا عملت مشروع، خلي بالك انا مش صغير. انت هتقول لي ده انت سابق عصرك واوانك، ده انت الطفل المعجزه. مشروع ايه ده بقى؟ انا لميت من عيال العماره 10 جنيه يا صاحبي، كل واحد دفع جنيه. وهتعمل ايه بال10 جنيه دي؟ لا ده شغلي، وبعدين اصبر هترجع لهم تاني. طب خدتهم ليه من الاول؟ يا اله الا الله، قول لي انت الاول، انت ممكن تدفع 5 جنيه مش كده؟ عشان انت كبير صح؟ يعني اديلك 5 جنيه عشان ترجعهم لي تاني؟ لا اله الا الله، يا عم اصبر اصبر، هتديني ال 5 جنيه الشهر ده، هرجعها لك الشهر الجاي 6 جنيه. يعني انا اديك 5 ترجع؟ ايه ده؟ توظيف اموال؟ انت قادر مين في العماره دي؟ ها؟ ايه يا ربي؟ هعمل ايه انا دلوقتي في المصيبه والورطه اللي انا فيها دي؟ دي مصيبه حلت على دماغي. انا ما كنتش منتظر حاجه زي دي تحصل. كل ده من كتر الاكل يا ربي، بياكل بياكل على طول. طب اعمل ايه؟ انا وحيده هنا اهوت، انا وحيده في الهو اللي انا فيه ده اهوت، حواليا الخضره وفوقيا السما وقدامي البحر. اي والبحر واسع واسع قوي بيخوفني، وحبيبي ورايا وضاع مني. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه وانا في الغربه دي يا ربي؟ اتصرف ازاي؟ عندها اهلي. ايوه انا عندي اهل، عندها اهلي. ايوه اهلي الحقوني يا اهلي، اهلي ما ترفعي السماعه وتقولي اهلي. ايوه الو الو اهلي الحقوني، ما حدش بيرد ليه؟ الو احسان الحقني يا احسان الحقني، انا في مصيبه ما كانتش على بالي. ايوه حماتي، في ايه؟ احسان اندهلي عصمت، اندهلي موني، اندهلي الامم المتحده، راح يا احسان، راح مني، سافر يا احسان من غير ما يودعني. ايه الحكايه؟ هو كل واحد يجي يتجوزني شويه وبعدين يتكل من غير ما يقول لي ولا يودعني؟ عايزه الامم المتحده، عايزاها. ايه بتقول؟ ايه يا حماتي مش سامعك؟ دبشولي بيه؟ ماله دبشولي بيه؟ سافر من غير ما يقول لك؟ لا 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 لا، ده قليل الذوق قوي. سافر فين؟ ايه بتقول يا حماتي؟ مش سامعك. راح يا عصمت، راح يا عصمت من غير وداع. سابني يا احسان وما قاليش، سابني وما قاليش، ما قاليش. اعمل ايه دلوقتي؟ اعيش ازاي من غيره؟ انا مش قادره اصدق يا ناس، مش قادره اصدق. ماما ارجوكي ما تعمليش في نفسك كده، دي اراده ربنا. كان حلم السعاده قصير قوي وانتهى في لحظه واحده، اتخطف مني، اتسرق، سافر في قطر سريع قوي ومش راجع تاني. ربنا يصبرك يا حبيبتي، انا عارفه ان دي مصيبه كبيره، لكن لو الدموع ترجع اللي راح كنا سبناكي. غصب عني يا جيجي، الفراق صعب قوي، ده كان اخر صبري، كان حبي الاول والاخير. سريع يا اسمت، لا ابوكي هو الاول وعبد العظيم الاخير. ياي كان حبيبي، ده ما كانش جوزي وبس، لا ده كان صديقي الوحيد. سوري يا جماعه نسيت اعرفكم، مدام جيجي جارتنا، الفيلا جنب الفيلا، الحيطه في الحيطه يعني، حرم المرحوم سيد شلاطه، صاحب مصانع الخرطوشه. الخرطوشه دي اللي بتتحط في البندقيه وتطلع من الناحيه الثانيه بام. هو كمان سابها واتكل بقاله اسبوعين من غير وداع، سابها. كنا في نيس ورجعنا بعد ما اشترينا فيلا هناك، تعب مني وقال لي انقليني في طياره خاصه اتعالج في انجلترا، ما لحقتش. ان شاء الله ربنا يجعله اخر الاحزان يا مدام، بس انا من رايي بقى حضرتك تبيعي فيلا نيس دي وتشتري في المدينه الخالده. فين المدينة الخريطة دي يا أستاذ إحسان؟ دي في جبال هيمالايا يا مدام، عند الهضاب السبع، إنما تهوس. حضرتك واخد فيها؟ لا لسه، بس بفكر. نيس ولا باريس؟ أنا وأنتِ يا حبيبتي دلوقتي مصيبتنا زي بعضينا، أنا وأنتِ بقينا سولو، مش دويتو، راحوا مننا الحبايب. ايه فايدة العربيات والفيلات واليخوت؟ ايه فايدتهم؟ وحبايبنا الغاليين راحوا من غير ما يودعونا يا ماما، من غير ما يودعونا.
قهوة يا حبيبتي؟ بردون، القهوة بتتعب معدتي. أجيب لك سوفت درينك. أما الموني فين؟ جوه نايم يا ماما. بيوحشني كتير كتير قوي. فين الصورة اللي طلبتها منك مليون مرة قبل كده؟ حبيبي موني، موني موني يا حبيبي، شفت اللي حصل لي؟ شفت اللي حصل لجدك الدبشولي قبل ما تشوفه؟ حتى قبل ما تشوفه قاعد بياكل يا عيني. راح في يوم عيد السبانخ، يا دوبك هو بياكل. ودع اهلك؟ هو اللي ودع اهلي يا موني، ودع اهله وودعهم. عيد سبانخ ايه يا ماما؟ يعني ايه معلقتين من ودع اهلك دي؟ شربة الكواكع البحرية اللي كان مسميها ودع اهلك. ودع اهلك كان بس جنبها شوية سبانخ، وكمان قالب السبانخ بالكريمة، والسبانخ الشتوية. الشتوية الايه؟ الشتوية. اصل هو كان عنده سبانخ صيفية وسبانخ شتوية، يوميها كان عامل الشتوية في كده؟ وبس يا عيني، بس كمان كان قدامه بس طبق كوارع ولا صينية اللحمة الضاني. مش ممكن، كان مسميها انت حبي. بس حاجة غريبة قوي دي، كلها اكلات خفيفة يعني ما تسببش اللي حصل. بس هنعمل ايه بقى؟ قدر يا طنط، قدر. مهم يا مامي، هترجعي معانا مصر امتى؟ ارجع مصر ليه؟ ترجعي معانا احنا طبعا. ايه اللي بتقوليه ده يا عصمت؟ دي برضو اصول؟ اصول ايه؟ ما انا مش ممكن طبعا هسيبك هنا لوحدك. انا مش لوحدي، انا معاه عبد العظيم، معايا هنا في الفيلا. روحه بترفرف في كل حته فيها. اوعي تفتكري ان هو هيبقى ذكرى. لا يا عصمت، اوعي تفتكري، اوعي. بس يا حبيبتي مش كويس عشان صحتك. ايه يا كيك انت كمان؟ ايه مالها كفالة الشر؟ ما انت شايف متاثره ازاي من ساعه ما سمعت الخبر، وهي لا بتاكل ولا بتشرب ودموعها نازله زي على طول. جالها اكتئاب طبعا، جالها ديبريشن. بس بصراحه بقى انتوا غلطانين، ذنبها ايه هي تعيش في الجو الحزين ده؟ سيبوا المدام براحتها يا جماعه، اسبوع كمان وانا مش هسيبها ابدا، اطمنوا. لا لا ما اقدرش يا جيجي، ما اقدرش يا جيجي. اسبوع ده ايه؟ انا لازم اقعد انهوت لغايه الأربعين. الناس هتيجي تعزي، ما يلاقونيش، يقولوا ايه؟ عيب عليا كده، عيب. ليه يا حبيبي سبتني وسافرت؟ ليه رحت من غير ما تودعني، من غير وداع يا زيزو، من غير وداع؟ ليه يا ربي ليه؟ يا سلام، الدنيا دي غريبة جدا. على رأي المثل الصيني، كل الهدوم المبلولة بتنشف في الشمس. يعني ايه ده؟ مثل صيني ايه؟ مش عارفاه؟ ايه الجهل اللي انت فيه ده؟ تنشف. عامله لي زعيمه وطنيه. ايه يا شيخ؟ ايه يعني ما كل الهدوم بتنشف في الشمس؟ ده مثل صيني مهم جدا، معناه انه الموت ما بيفرقش بين الغني والفقير. طبعا. انت عارفه؟ عزيز وبيه ده بقى لو كان عايش لغايه دلوقتي كان زمانه كتب لها غير بيت الغردقه، فيلا في نيس وفيلا في اسبانيا. النبي بس يا احسان بطل تريقه. يعني انا بتكلم جد، وعايز اقول لك حاجه بقى، انت غلطانه انك تفتحي موضوع الغردقه ده وهي في الظروف اللي هي فيها. انت عارفه اصابها تعبانه طبعا، ترجع مصر تعمل ايه؟ لازم تقعد لغايه لما تخلص موضوع الميراث. اخ ميراث كبير. يا سلام، ما كانش كتب بيت الغردقه باسمنا؟ مش فاهمه انا كنت فاكره الفسفور ده بيعيش. طلع ما هو قاعد ياكل لغايه لما فطس. لا لا في حاجه الفسفور. ألف سلامة سعادة الباشا، ألف سلامة. أي خدمة ثانية؟
من سعادتك يا باشا. انت مين؟ انا مسعد الساعة بتاع سيادتك. الساعة بتاع الاوضه عندي هنا؟ نعم فندم. ما فين اليونيفورم بتاعك؟ يعني ايه؟ لبس الشغل. ما اعرفش يا بيه مش. طب قول قول اعمل ايه؟ حاضر. يلا. سويتش يا ابني؟ اه طيب نمرة الأستاذ مجدي محمود كام؟ طيب شك. صباح الخير يا رائد. صباح الخير. الو أستاذ مجدي تعالى لي لو سمحت. مين حضرتك؟ اللي هو شمس معاك. اللي هو شمس مين؟ شمس مين؟ شمس كرم مسؤول الأمن والعلاقات العامة. أستاذ شريف كان عرفنا امبارح. أنت نسيت ولا إيه؟ آه أهلا خير. لا مش فاضي دلوقتي. يا ريت تعدي عليا أنت بعد ساعة. الأخ فكر نفسه معمول في القسم وأنا عسكري عنده. أي لأ النهاردة هتكون مجرد مناقشة عامة لأهداف المجلة وتوجهاتها والأبواب الثابتة وأحجامها وأشكالها. أرجوكي بقى تتصلي بالعضوات وتقولي لهم يحاولوا يجوا جاهزين بكل الأفكار والتصورات الجديدة. أنا عايزة نبقى متميزين مش تقليديين بالمرة. المسودات راجعيها بقى أنتي وقولي له يجمع كويس بلاش الأخطاء المطبعية دي. أنا مضيت لك عليها خلاص. أوكي وهو كذلك. باي باي. اخ باي بقى يا حسين. عصمت يا ترى هتيجي النهارده على الغدا؟ انا عارف انه سؤال سخيف بس اعمل ايه بقى، اتعودت اساله كل مره. معلش يا حبيبي ما انت عارف الضغوط اللي عليا شديده جدا وكل يوم بتسند لي مهمه جديده. طب اعمل ازاي؟ لا 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 بص انت في دي عندك حق. رئاسة تحرير مجلة نسائية دي مسألة مش سهلة، تاخد منك على الأقل 24 ساعة في اليوم. بس عايز أسألك سؤال، هي ترى الأخت مهجة هتبقى معاكي في رئاسة تحرير المجلة؟ لا 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 أنا هستعين بصحفيات محترفات، إنما مجلس الجمعية ده يعني يمكن يكونوا مستشارين لخطة المجلة العامة بس. برافو عليكي. أهو ده قرار صح 100%. أصل مهجة دي لو اشتركت في تحرير مجلة ولا كان لها باب ثابت، انت عارفة ده ممكن يحصل ايه؟ ايه؟ هتستعدي مجتمع الرجالة علينا؟ مش كده بس، انتوا لو بتطبعوا 100,000 نسخة المرتجع هيبقى 150. لا 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 ما تقلقش، حتى لو كتبت في المجلة انا هراجع كل حرف هتكتبه بنفسي، دي مجة طبعا. عصمة. نعم. انت مش ناسي حاجة؟ ناسي حاجة؟ لو كلمتك اي صحفية ارجوك ما تعلنش عن لساني حكاية اصدار المجلة دي. انا اصلي مش ناوي استعين باي حد الا بعد ما احدد اهداف المجلة. اوكي طيب طيب حاضر. بس مش ناسي حاجة تانية؟ نعم. الشنطة صح. لا لا يعني في حاجة اهم من الشنطة مش ناسيها؟ يعني مثلا تاريخ 18/2 ما بيفكركيش بحاجة؟ 18/2. أيوة 18/2. طبعا. يا عليك يا حسين. ده يا سيدي الجلسة الختامية لمؤتمر نضال المرأة في الدول النامية في ظل العولمة بين النظرية والتطبيق. أيوة هو نفس تاريخ انتحار طرزان برضو. بس اللي عايزك تفتكريه
حاجة أسخف من كده بكتير يعني، حاجة أهيف من كده. 18/2 2 2 فبراير يعني. أيوة 18. أيوة كل عيد جواز وأنت طيب يا إحسان. افتكرت يا عصمت. كل سنة طيبة. أنت طيب. لا لا لا، أنا النهاردة حلغي كل حاجة بقى وأقعد في البيت ونحتفل بالمناسبة دي. لا 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 لا، مش الدرجة دي. أنا كل اللي بطلبه منك إنك تروحي بدري النهاردة، وأنا هرتب كل حاجة، أنا اللي هوضب كل حاجة. توعديني؟ أوعدك يا حبيبي. عصمت. باي. أوعدك يا حبيبي. عصمت. اسمع. انت قلتي اوعدك يا ايه؟ اوعدك يا حبيبي. انت قلتي يا حبيبي؟ طبعا يا حبيبي، احنا بره الشقه بقى، مش معقول يا احسان. حبيبتي يا اسمع، اسمعتهاش من زمان اصلا. يا حبيبي يا حبيبتي، مش معقول بقى يا احسان، عندي مواعيد بجد. باي باي باي. قلت يا حبيبي. تعرف يا واد انت ابن حلال، جيت في وقتك تمام. اسمع عادي يا سمسم، الشارع اللي جنبينا في واحد بتاع مفاتيح، تروح تجيبه في ايدك بسرعه يلا. انا فهمت، انت خرجت من الشقه والباب اتقفل والمفتاح جوه. بالظبط كده. طب انت ايه اللي نزلك اساسا؟ اصل انا كنت واقف اتكلم مع اسمك، وبعدين وانا واقف هحكي لك الحكايه كلها. روح، موني مقفول على الشقه جوه، اجري. طب ما انت اتصل بمراتك، مش هي معاها المفتاح؟ اتصل بيها فين؟ دي لسه خارجه من هنا دلوقتي. اتصل بيها في شغلها. ما اسمعيش نمره الشغل. خلاص اتصل بيها على الموبايل. باي. ايوه بس طب هتكلم منين؟ هتصل بيها منين؟ اسمع، انا عرفت، انا هتصرف عشان تبقى تعرف الفرق اللي بين جالنا وجالكم. ما تخافش، ده ماسك بسيط كده عشان خاطر وشي بس. ما عرفتكيش في الاول. مدام امال عندي مشكله، الباب اتقفل عليا وانا بره، ممكن بس استعمل التليفون بتاعك؟ اتفضل. متشكر. ما انا فاتحاها سبيل اصلا. متشكر. متاسف. هتكلم المدام؟ ايوه، من حسن الحظ معايا المحمول. انت عارف لو واحد تاني غيرك استحاله كنت افتح الباب وانا بهذا القناع، لكن انا بصيت من عين السحريه ولقيتك انت، قلت مش مشكله، اهو منا وعلينا. ربنا يخليك، انا متشكر لهذه الثقه. طيب ايه الحكايه، مالها قافله التليفون ولا ايه؟ ما بتردش ليه؟ جرب تاني. المشكله ان موني مقفول عليه الشقه وانا مش عارف اعمل ايه. محتاج بتاع المفاتيح. ايوه بس هروح ازاي وانا لابس البيجامه كده؟ انزل اسماعيل تحت يروح يجيبولك. ده اذا لقيته. اذا ما لقيتهوش مضطريه وامر لله اشيل القناع ده واروح اجيبهولك. لا لا لا، وضعي صح برضو، مش معقول ابدا. مش معقول ليه؟ ما انا شكلي كده هتبناك يا استاذ احسين. اسماعيل ايه يا حسام؟ بقول لك ايه، خليك جدع كده وروح للراجل بتاع المفاتيح اللي جنبينا، جيبه في ايدك تعالى. وعلى ايه؟ طب ما تخبط على المدام وهي تفتح، ولا ايه نومه تقيل زي المدفوعه فتحيه؟ لا ناصح، المدام في الشغل يا بني ادم، ونمر التليفون مش معايا. انا ما اعرفش بتاع المفاتيح في الحته. لا يا اخي اتصرف يا اخي. الله، في واحد هنا جنبينا في الشقه اللي جنبينا. لا ده عنده كلب كبير قوي، هو ما بيعضش بس عليه بصه ترعب. خليك جدع بقى ومتبقاش جبان، روح يا اخي هاته في ايدك تعالى. طب وانت هتعمل ايه بتاع المفاتيح لوحدك؟ ده انت عايزك نجار كمان. يا ابني الحلال اتصرف وخلصنا. والله انتوا كده بتحرجونا يا سعاده البيت. نحرجك يعني ايه بقى؟ يا بيبي شغلتي دي، انا شغلتي بواب وبس. انما لو كان اللي هو شمس كنت سمعت كلامه، مش كده؟ مش النظريه، انا ما باخدش منه الهوا، ده جيبه ما فيهوش جيوب. بس هو اللي هو شمس برضه، شمس يعني يحرق اللي هو عايزه. يا ابني يلا خلصني، ابني مقفول عليه الشقه فوق.
طب ثانية واحدة مش قول ان ابنك ثانية واحدة مشيها انسانية وعمال انسانية يلا اخويا يلا حاجة تقرف فاضي يا اسطى رايح فين؟ مطار يا ده مشوار بعيد قوي هاخد كام يا باريستين لا هما يا باريس يا عم انا هرجع فاضي خليهم 15 ماشي اتفضل ارجع للشركة كلها كمان اسمع سامي من قبل ما اعرف الاوامر والتعليمات دي ايه حضرتك تتفضل تاخدها وتروح تعرضها على مدير الشركة بنفسك ده هيكون افضل كتير قوي فعلا اصل انا اللي غلطان اني جيت لك انا اللي غلطان ظاهر حضرتك هتضطري تشيلي الماسك وتروحي تجيبي لي بتاع المفاتيح اهو كده شايفه بقى الفرق بين مواد العدد ده حلوه ومحترمه ازاي مش مواد العدد اللي فات تافهه وبايخه موافقه متشكره قوي يا دكتور بقول يا اميره ايوه يا دكتور انت عارفه طبعا ان الكتابه في صحيفه الحائط دي مرحله مؤقته طبعا يا دكتور حضرتك انا بحلم من زمان ان انا اكتب في جرائد ومجلات مطبوعه بس المشكله عندي دلوقتي ان انا في قسم اجتماع مش في قسم صحافه ولا مشكله ولا حاجه انا ممكن احقق لك الحلم ده واديك الفرصه حقيقي يا دكتور ايوه حقيقي انا اصلي معجبه جدا بافكارك وشجاعتك في تناول الموضوعات الجريئه متشكره قوي يا دكتور وحضرتك هتنشروا لي فين شوفي انا حرقص مجله نسائيه جديده بتصدر عن جمعيه المراه والمجتمع النهارده المفروض ان انا اعمل اول اجتماع علشان احط الخطوط العريضه للمجله فانا يهمني جدا انك تحضري الاجتماع ده ده شرف كبير جدا ليا يا دكتور هيبقى الاجتماع الساعة كام؟ 8 بالليل اهو عندك فرصة كويسة قوي عايزاك تقعدي مع نفسك بقى نوتة وقلم تحطي النقط اللي انت عايزة تناقشيها وتطرحيها علشان نناقشها في الاجتماع النهاردة ايه رأيك؟ رأيي؟ ده ثقة سيادتك الكبيرة فيا دي وسام وانت اهل للثقة دي يلا يا ستي فورا ابدأي احلمي على الورق شكرا يا دكتور ايه ده يا سياده اللواء اشرب قهوتك وقول لي كده بهدوء ايه المطلوب ما عشان اقدر اقوم بدوري في الشركه على اكمل وجه لازم الاختصاصات تبقى واضحه وكل واحد يعرف دوره يا فندم اعتقد ان ده متوفر عندنا في الشركه وما عندناش اي تدخل في اي اختصاصات يبقى يا فندم شكل التعاون بين القيادات مش مظبوط والا ما كانش حصل الصدام بيني وبين المدير الاداري لا لا كلمه صدام كلمه مبالغ فيها يا باشا اللي فهمته من كلامك تقدر تقول ان ده نوع من سوء التفاهم العابر واللي حصل ده بسبب ان حضرتك لسه جديد في الشركه ده رفض انه يسمعني وطلب مني ان الجأ لحضرتك وده اداريا مش مظبوط لان ده اختصاصه طيب ممكن اعرف ايه تصوراتك وبعدين نبقى نتفاهم في النقطه دي اتفضل يا فندم اتفضل اعتماد ميزانية عاجلة تحددها إدارة الشؤون المالية لشراء زي موحد للسعاة أيوة وآخر لعمال النظافة وثالث لموظف السكرتارية تصميم بادج لشعار الشركة في بطاقة يدون فيها اسم الموظف ووظيفته زيادة عدد عمال النظافة وتزويدهم بالأدوات اللازمة تمام. زيادة عدد طفايات الحريق بالمبنى أيوة تفويض مسؤول الأمن والعلاقات العامة بسلطة تقرير المكافآت
ما عنديش مانع وادي موافقتي. انا متشكر جدا. وبالمناسبه بقى نتكلم في تنازع الاختصاصات بين القيادات عشان ما اضطرش الجا اليك في كل صغيره او كبيره.